أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأمطار على مرتفعات الجنوب وغبار في المناطق الشرقية، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذا تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، مع وجود احتمالية لهطول زخات من الأمطار في المناطق الجنوبية، والنظر إلى سرعة هبات الرياح الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الرياح تنشط في ساعات نهار يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، مما يثير الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 12 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة، في يوم الأربعاء والخميس والجمعة، تكون درجات الحرارة أربعينية، ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية نهاراً، والأجواء صافية. أما في ساعات الليل، ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وأيضاً الأجواء صافية في العاصمة الرياض. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمال. سكاكا من 43 إلى 30، في عرعر من 41 إلى 29، في تبوك من 40 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 45 إلى 30، في المدينة المنورة من 43 إلى 31، في جدة أجواء صافية من 38 إلى 28 درجة مئوية، وفي الطائف من 35 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها والباحة هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية، في أبها 31 نهارا 19 ليلا، في الباحة 30 إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل، وفي جازان غيوم متفرقة من 36 إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام من 40 إلى 27، في الإحساء من 43 إلى 27، في حفر الباطن من 43 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة الرياض 42 إلى 29، في بريدة من 42 إلى 28، وحائل من 40 إلى درجة مئوية، والأجواء حارة. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.